قرى كردستان عامة ولا سيما منطقة هورامان في كردستان العراق، كل القرى فيه جامعه ومسجده، وهناك دور فعال وميزة خاصة لكل جوامع كردستان ولا سيما في القرى والمدن البعيدة. حقيقة نستطيع أن نقول إن قرى كردستان له دوره الاجتماعي ودوره الديني والثقافي، فالدور الديني والثقافي يبرز في مسألة تدين الناس وإخلاصهم للجوامع وإنفاقهم على الجوامع، لأن كل هذه الجوامع في منطقة كردستان نرى فيه الخير الكبير والنظافة والسماح الجيد بين أهل القرى، كل ذلك منبعه صفاء قلوب الناس وإنفاقهم على الجوامع. ففي كل القرى هكذا، لا سيما هذه القرية الجميلة قرية أحمد آوى، وهي قرية مصيفية ومنطقة يعني يتوافدون إليها من أنحاء العراق من إخوة العرب والكرد وغيرهم، حتى في المناطق الأخرى والدول المجاورة حتى أحيانا يأتون. فالجامع له دوره في تقديم أجمل أو أحلى منظر في المنطقة. هذه الجامع يعني تقريبا أي مسافر أو من الزوار يأتون إليه يحسون بفرحهم ويحسون بأن لهم موقع أمان. أما درجاي شون جوروي مزجوتي جندي أحمد عواية. قبل الخمسينات كان المسجد أسفل هذا الجدول، وكانت القرية أمام الجدول، وبعده صارت وراء الجدول، وخصصوا هذا المكان للمسجد لأنه كل قرى كردستان تحتاج المسجد وتحتاج مكانا لعبادة الله. لهذا قبل كل شيء تم بناء المسجد. عدة مرات تم تعمير هذا المسجد في السبعينيات وقبلها، وحتى وقت ضرب حلبشة بالكيمياوي وترحيل أهالي أحمد آوى من منطقتهم. وبعد انتفاضة 1991 بكردستان كانت حجرة الصلاة هنا، قمنا بتنظيفها وبنينا جدارا وسقفا من لوح وبلاستيك، ونصبنا تدفئة بسيطة، وكنا نصلي هنا ونعبد الله. وبعدها أتوا أناس آخرون وازدادت الأعداد، وكان يستوجب منا إعمار المسجد، فبنينا مسجدا صغيرا لم يكفي للأهالي. الحمد لله هنا متدينون، لذا وسعنا المسجد على عدة مراحل. آخر مرة في 2010 عندما توفي أحد الخيرين وكان عنده إرث من بعض المال، واسم هذا الشخص كان محمد جمال، فصرف أهله المال لتوسعة المسجد، وكان أحد أبناء أخيه مهندسا اسمه الحاج ريكوت عبد الله، الآن هو في السليمانية، أشرف على تعمير المسجد الجديد بعد أن قررنا إزالة القديم. هذا باب الدخول إلى المسجد. المسجد جميل جدا، تم بناؤه بشكل جيد وحضاري للسياح ومنظر هورامي. إذا ندخل للمسجد نرى كل شيء هورامي. هذا مكان أحذية تراه مثل مكان أثري، وقررنا في 2010 أن نصممها بهذا الشكل، وصرف عليها الكثير من المال، وأهالي القرية ساهموا في البناء. وهذا حرم المسجد. طول المسجد 19 متراً وعرضه 20 متراً،
هناك بابان كبيران بينهما عمود تم بناؤه بشكل جميل. بناي خوي غورو مهربان بيشكي بخيرات انتانكم كزحمه. مرحب بكم في مصيف احمد اوا. احد المعالم المباركه هنا هو مسجد احمد اوا، والذي بني في العامين 1944 و1945 على يد المرحوم الاستاذ شيخ محمد باراماوا. وكان خال محمد قسطة مشهور، وكان محمد ومعه الحاج مجيد وبعض الرجال المشهورين هم من شيدوا هذا المسجد، وكان له تأثير كبير. الشيخ محمد باراماوا بيتهم كان هنا، وكان يعرف بالملة، واستقطب الفقهاء وكان يدرسهم، وبعد أن أدى محو الأمية جزءا من المسجد خصص لهذا الغرض، وكان له تأثيران اثنان بجانبين، أحدهما للصلاة والعبادة والفقهاء وآخر للتدريس. لقد قام أهالي المنطقة بتكبير المسجد في عام 1974، إذ قام كل من الحاج عبد القادر سركت وسيد محمد وعب من المقاولين، حيث أخذوا المقاولة من سكان أحمد آوا وتم بناؤه من جديد من قبلهم. أتى للمسجد عدة أساتذة، مثلا أستاذ ملا الشيخ أحمد وهو ابن الأستاذ شيخ محمد باراماوا، وعنده عدة فقهاء، والأستاذ ملا سورة وكثيرون آخرين، حتى عام 2013. وبعدها قام أحد الخيرين ببنائها من جديد، واسمه أعتقد الحاج جمال، وتم بناؤها على شكل المعماري القديم. كان ملا الشيخ أحمد أحد الشخصيات البارزة، وعنده العديد من الفقهاء، وأنا من ضمنهم، وصالح وهو الآن أستاذ، وكاك فتاح، وكاك محمود، وعد الشخصيات أخرى كانت فيها الكثير من الفقهاء، ولكن بسبب جغرافية المنطقة المحررة من الصعب أن يأتي فقهاء آخرين. المسجد عنده الكثير من الطلاب الحمد لله، وأن مصيف أحمد آوا هنا يأتي إليه آلاف من الزوار،
فهو مكان ليس به أمان بيع المشروبات أو البار. أتحدى الجميع إن كان أي شاب من شبان أحمد آوى يشرب الكحول أو يبيعها ويقوم بشيء سيء، وهذا تأثير المسجد وتربيته. أنا أفتخر أن أحمد آوى بها كثير من الشبان الجيدين أخذوا آداب إسلامية جيدة. هذه الجوامع وهذا الجامع لا سيما له ميزته الخاصة في استقبال الضيوف، الحمد لله. وأهل المنطقة القرى طبيعتهم أهل كرم وأهل فضل على الناس، فأي ضيف يأتي لهذه القرية لابد أن يكون يعني من الخطارين لأحد العائلات في هذه المنطقة، فالحمد لله وشكر نرى الخير الكبير في هذه المنطقة. ومن جهة الاجتماعية نرى أن الجامع لا سيما جامع الأحمد آوى موقع للعزاء وموقع للأفراح، كثير من مسألة الإعلان الزواج في الجوامع الحمد لله لحد الآن، وفيه أيضا بعض المناسبات اجتماعات عامة للقرية لأهل القرية مع تعبهم الكثير والضغوط الكثيرة عليهم، هم يستطيعون أو يلتزمون بجوامعهم ويلتزمون بجماعاتهم، لا سيما صلاة الفجر الحمد لله له ميزة خاصة في هذه المنطقة، وكثير من الشباب والشيوخ يأتون. وهذا الجامع له جناح خاص للنساء، أحيانا النساء لأوقاتهم الخمسة لا سيما في رمضان تأتون وتأتين وتصلين في الجامع، فالحمد لله في رمضان وغير رمضان هذه الجوامع مليئة بالمصلين، لا سيما الزوار حينما يأتون ويرون الفرح الخاص بهم، ويعني دائما هم يأتون ويعني يفتحون قلوبهم لنا لكي يعطونا أو ينفقون على جوامعنا، فجزاهم الله خيرا وجزاء أهل القرية والمنطقة خيرا. Thank you.
إما كال 2010 بريال من دعم زغوت الدروس بينه ونوجن بينه. هناك تنزل إلى أسفل المسجد مكان مخصص لصلاة النساء، وهناك مرافق، وهناك مكان لغسل الأموات والوضوء. استخدمنا هنا قليلا من الأسمنت والأرضية من أحجار الهورامان. قررنا البناء بشكل حضاري وهرمي لأن المنطقة سياحية ومشهورة في العالم والعراق عموما. بهذا الشكل أتينا بأحجار من قرية باناشار من منجم هناك، وأصحابها أعطونا ألوانا ومزايا جميلة. أهل المنطقة الذين يخدمون المساجد حافظوا على بيئة المنطقة. في المسجد هنا جدول جميل تعبر من تحت المسجد لم نخفيه، وهو ظاهري للناس باستطاعتهم الوضوء فيه وهو نظيف. حاولنا أن لا نقطع هذه الأشجار لأنها تتناسب مع هذه البيئة. وهذا جزء ثان من المسجد، مثل ما قلت، هذه مرافق ومكان لغسل الأموات، وهذا مكان لصلاة الأخوات، وفوق الرجال يصلون في الجمعة. إن الأكراد عموما والهراميون خاصة مهتمون بالمساجد ولها مكانة خاصة عندهم. في الختام، هذا منزل الجميع. لذا في الوقت الذي كنا نعمل في المسجد، الناس يتركون أعمالهم الخاصة ويأتون للعمل معنا. قرية أحمد آوى تابعة لناحية خرمال في شرقي جيران، قرى درامر وسركت وزلم تابعة لقضاء حلبشة. إذا نتحدث عن تاريخها، لديها تاريخ قديم، بناها من قبل شيخ أحمد النقشبندي. كان يريد أن تبنى خانقاه نقشبندية هنا مثل بيارة، ومع الأسف بسبب وفاته لم يستطع بناءها. في قرية أحمد آوى كانت المساجد لها أهمية خاصة. دمرت القرية من بينها المسجد، لذا تم بناؤه عدة مرات، وفي السنوات الأخيرة تم البناء بطريقة هرامية حسب الطراز القديم المعماري الهرامي، وأن مسجدا له تأثير كبير في استقطاب السياح، وكثير منهم يأتون إليه. وعندنا نموذج آخر هناك، مسجد كبير في خرمال، السياح يأتون إليه كثيرا، وتاريخه يعود إلى عبد الله بن عمر. منطقتنا تهتم بالعمرانية، خصوصا عمرانية المساجد، يبنونها مثل الطراز الهرامي القديم. هذا المسجد خلفي تم بناؤه كذلك، والسياح عندما يأتون للمنطقة يأتون إليه ويلتقطون الصور. لهذا نقدر أن نقول إن المسجد له تأثير كبير في استقطاب الزوار.